السلام عليكم، احنا طلاب جامعة الفيصل، بنتكلم اليوم عن آثار بيئة العمل على الموظفين وبالأخص الشرطة. ركزنا في بحثنا على الصحة المهنية، مستوى الإنتاجية، التأثير على الصحة العامة. وبعد الاطلاع على عدة أبحاث تبين لنا أن العامل الأول الذي يؤثر على صحة الشرطي عالميا هو الضغط النفسي. بعدها زرنا أحد مراكز الشرطة المحلية للبحث حول أبرز المشاكل الصحية التي تواجه الموظفين، وعبينا بعض السبينات، وتبين أن أكثر العوامل تأثيرا كانت الضغط النفسي، آلام المفاصل، الربو المتعلق ببيئة العمل. وأغلبهم قالوا أن هذه العوامل الصحية أثرت على مستوى الإنتاجية عندهم. وعشان نتفادى خسارات يمكن منعها، اقترحنا بعض الحلول السهلة والبسيطة اللي تقي من إصابات العمل وبإذن الله تحسن من صحة الموظف خارج وداخل الدوام. وهذه الطرق هي تنظيم الوقت في العمل بحيث يكون الشغل مجزأ لتفادي الضغط الزائد، الجلسة الصحية والتي غالبا ما تقي من آلام أسفل الظهر والمفاصل، تفادي مهيجات الربو ولبس الكمامات لمنع الأزمات وتكرارها. وشكرا، ونتمنى لكم يوم خالي من الضغوطات.